ولا حتى من 20. معاكم من 38. فلاش سبورت. سهلا، مرحبا بكم على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. مواجهة بين المنتخب الوطني التونسي وأصحاب الأرض في اليابان في إطار الدورة الترشيحية لأولمبياد باريس. المنتخب الوطني التونسي ينقاد إلى هزيمة ثالثة. الهزيمة أمام اليابان كانت بثلاثة أشواط لصفر ومردود مفاجئ جدا، نتيجة 25-14 25-16 25 مقابل 15. كل قائل قدام اليابان البلد المستضيف أمام جماهيره، لكن أنا نعم في المقارنة مع المنتخب المصري الحقيقة بيروح أكثر من المنتخب الوطني التونسي. كسب اليابان بثلاثة شوط مقابل شوطين، رجع عليه على مستوى النتيجة، وزيد أيضا كسب شوط في مقابلته ضد تاسع العالم المنتخب الصربي ثلاثة شوط مقابل شوط. علاش نحكي على المنتخب المصري؟ منافسنا بطبيعة في القارة الإفريقية على البطاقة المؤهلة لأولمبياد باريس، والحسابات متاع النقاط، واللي فك شوط عنده زيد نقاط. منتخب مصري خير منا، توا أحسن منا بخمسة نقاط. المنتخب المصري احنا مازالونا بتبيعة بقية المقابلات، غدوة نلعبوا ضد الولايات المتحدة الامريكية، ثم راحة، ثم بعد نلعبوا ضد مصر، ومازلتنا مقابلات فنلندا وتركيا. لكن ايضا مصر مازلتلها زيدة مقابلات فنلندا وتركيا، في الحسابات صعبة. والحقيقة المنتخب الوطني التونسي ما وريش مردود كبير بالنسبة لهذه الدورة الترشيحية. في التنس، وأبقى أيضا في آسيا، في الصين، في بكين، للأسف أنس جابر مرة أخرى تخرج من بطولة جديدة في السنة هذية في دورة بكين من فئة 1000 نقطة. الخروج كان في الدور 16، وللأسف الحقيقة أنه اللي أسف الطريقة اللي خرجت بها أنس جابر. نعطيكم في المجموعة الأولانية كانت رابحة 5-3، يعني في طريق مفتوح توصل وترجع عليها المنافسة متاحة كوستيوك الأوكرانية وتربحها 7-6 مع سلام تيم. أيضا في المجموعة الثانية وهزيمة 6-1. بالتأكيد يلزم برشا مراجعة بالنسبة لأنس جابر. الأعداد النفسي عنده قيمته، منعرفش المعدة النفسية شنو قاعدة تعمل مع أنس جابر. هل هي محتاجة في الوقت هذا بالذات وأنه تغير المدرب متاحة، تغير الإطار الكل، وإلا على الأقل تدعم المجموعة متاحة برشا؟ أسلا ما يلزم الأجوبة ما تبتاش برشا. أنس جابر اللي دخلت في فترة شك، بخلاف الشك فما الريسك أيضا الكبير أنه ما تكونش ضمن البيج ايت اللي بش يكونوا في السعودية أحسن 8 في الريس السباق اللي وصلهم بطبيعة بش يكونوا موجودين مع البيج ايت في السعودية. إن شاء الله بطبيعة ما تخسرش المرتبة متاحة. كرة القدم في انتظار قرعة المجموعات نهار الجمعة في جوهانسبورغ. المجموعات اللي باش يكونوا فيها بطبيعة الأندية التونسية ثلاثة اللي ضمنوا الصعود نتاعهم، الترجي والنجم بالنسبة لرابطة الأبطال والنادي الإفريقي في مسابقة الكاف. نستنيو إن شاء الله نهار الجمعة القرعة، ونذكر أنه الأندية التونسية بالنسبة للترجي موجود في المستوى الأول معاه الأهلي المصري، الوداد البيضاوي، وفريق ماميلودي سان داونز من جنوب أفريقيا. في المستوى الثاني، بيترو أتليتيكو الأنغولي، سيمبا التنزاني، بيراميدس المصري، وشباب بلوزديد الجزائري. بالنسبة للمستوى الثالث، تي بي مازيمبي الكونغولي، أسيكا ليفواري، الهلال السوداني، ويانغ أفريكانز التنزاني. في المستوى الرابع نلقاو النجم الرياضي الساحلي معه أيضا ميدياما الغيني، فريق جالاكسي البوتسواني، والمفاجأة الكبيرة بإنجاز تاريخي في دوري المجموعات فريق نواديبو الموريتاني. الحقيقة الفرق صعبة في المستوى الثاني كما المستوى الثالث، يعني الترجي تنجم تجي في مجموعة فيها بيترو أتليتيكو ولا سيمبا من المجموعة الثانية. المستوى الثالث نجم يكون معاها تي بي مازيمبي اللي باش يلعب معاها هو أيضا في المقابلات متاع السوبر ليج اللي باش يكون نهار 21. وفي المستوى الرابع نجم يتيح معاها النجم الرياضي الساحلي، هذاك علاش كما قلت ننتظر قرعة اللي باش تكون بالتأكيد مثيرة جدا بالنسبة لكل الفرق. في المقابلات اللي تهم مسابقة الكاف والقرعة اللي فيها بطبيعة ممثلنا نادي الإفريقي اللي موجود في المجموعة والمستوى الثاني مع فيوتشر المصري، ساغرادا الأنغولي، وديابلو نوار من الكونغو. بالنسبة للمجموعة الأولانية فيها الزمالك، نهضة بركان، واتحاد العاصمة، يعني ثلاثة أندية عرب موجودين في التصنيف الأول، معاهم ريفرس يونايتد النيجيري. في المستوى الثالث أكاديميكا لوبيتو من أنغولا، أكاديميكا سوار الفريق الغيني، دريمس الغاني، و
أبو سليم الليبي مع المدرب شكري الخطوي. في المستوى الرابع نلقاو الملعب المالي سوبر سبورت من جنوب أفريقيا، سيخيخون من جنوب أفريقيا، وكما قلت الممثل الرابع هو الهلال الليبي. الحقيقة ممكن اللي تعب شوية بالنسبة لمسابقة الكاف هي الكيلومترات الطويلة بالنسبة للأندية اللي تنجم تتيح مع فرق أنغولية كما فرق أيضا من جنوب أفريقيا. إن شاء الله هذية بطبيعة نطمع فيه، وأنه القرعة تمنع النادي الأفريقي من تنقلات بعيدة. في الترجي الرياضي التونسي تم تداول عديد الأسماء والمدارس الأجنبية للإشراف على الفريق بعد حصول القطيعة مع الإطار الفني السابق، لكن لحد الآن ولا شيء ولا اسم رسمي، في انتظار الإعلان الأسبوع القادم على المدرب والإطار الفني ككل. وفي الأثناء المدرب طارق ثابت هو اللي يتولى تدريب الفريق. ذكركم الجولة السادسة من بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، موعدها باش يكون السبت والأحد 7 و8 أكتوبر. نهار السبت ثلاثة مقابلات، زوز مقابلات مع ثلاثة، الملعب التونسي النجم الساحلي مستقبل سليمان النادي الإفريقي، والخمسة ونص مقابلة رادس القمة بين الترجي والاتحاد الرياضي المنسيري. نهار الأحد مقابلات مع ثلاثة، مقابلة الأولمبي البيجي القوافل، الاتحاد تطاوين مستقبل مرسى، نجم المتلوي ضد النادي الرياضي البنزرتي. بطبيعة زوز أندية معفيين، فريق عن كل مجموعة اتحاد بن قردان والنادي الرياضي صفاقسي. في كرة اليد ينطلق اليوم تربص المنتخب التونسي استعدادا للكان في مصر بداية السنة، بطبيعة هي هامة لأنه مؤهلة لباريس، والتربص هذا يقتصر فقط على العناصر المحلية. نهار الخميس يتم التنقل إلى تركيا، وعندنا في التربص هذا زوز مقابلات ضد تركيا والعراق. الليلة 8 انطلاق مقابلات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا على ملعب دييغو أرماندو مارادونا. اليوم فريق نابولي يستقبل فريق ريال مدريد. أنشيلوتي قال ربما ستكون المباراة الأصعب للفريق في المجموعة هذه، وفي المؤتمر الصحفي بتبع الصحفيين كل يسألوا على لوكا مودريتش، قال لاعب ينجم يكون مرة في التوب ومرة ما ينجمش يكون في المستوى المأمول منه، وذلك علاش ينجم يكون في البنك. في الجهة المقابلة دي لورينزو قائد نابولي قال أن ريال يعتبر دوري الأبطال بيته، لكن سنبذل قصارى الجهد لجعل الأمور صعبة عليهم. في بقية المقابلات مانشستر يونايتد يلعب ضد جالاتا سراي، تين هاج باش يهبط المجبري والا لا. نذكركم انه مانشستر كان انهزم في المقابله الاولانيه ضد بايرن ميونخ، اللي يلعب ضد اف سي كوبنهاغن فريق الياس العاشوري، ويونيون برلين مع عيسى العيدوني يلعب ضد سبورتينغ براغا. في بقية المقابلات لونس ضد أرسنال، وإنتر يلعب ضد بنفيكا، إنتر اللي كانت عادل في المباراة الأولى. من أهم مقابلات غدوة البي اس جي ضد فريق نيوكاسل، وأيضا مقابلة بورتو ضد برشلونة، سيتي لايبزيغ، ميلان ضد بروسيا دورتموند. جولة نجم نقولوا غدوة بالنسبة للمقابلات اللي فاتت دون مفاجآت بعد انتصار السيتي البارسا، البي اس جي في انتظار مقابلتهم أو مقابلتهم غدوة. هكا كملت معكم الموعد هذا، نتقابلوا إن شاء الله في موعد قادم. أجمل تحياتي نجوى طالبي. البرمجة الشتوية للإذاعة الوطنية. هكا بدينا يوم جديد يوم سعيد، وعام ورا عام كبرنا معاكم في يوم سعيد.